التعليم القضية الشاغلة للرأي العام في الشمال السوري حاليا. مؤتمر صحفي نظمه اتحاد إعلاميي حلب وريفها في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي بهدف تسليط الضوء على المشكلة وحلولها، لتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه العملية التربوية وأسباب انقطاع الدعم، وعن النتائج الكارثية التي ممكن أن تحصل في حال استمرار انقطاع الدعم. وجهت أسئلة لكل من السيد علي لولي نقيب معلمي سوريا وأيضا الأساتذة في نقابة معلمي حلب وإدلب، أسئلة من قبل الإعلاميين المتواجدين. المؤتمر شارك فيه نقيب المعلمين في حلب وإدلب إضافة إلى نقيب معلمي سوريا، وجهوا من خلاله رسائلهم إلى المجتمع الدولي وقدموا نماذج عن ضرر وقف الدعم على المنطقة عموما منذ أشهر عدة، وأحصائية لعدد الأطفال المتسربين من المقاعد الدراسية، الأمر الذي ينذر بكارثة على ما يبدو. الرسالة التي نوجهها إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات أن التعليم حق للطفل، ونحن في سوريا خاصة محررة عانينا ما عانينا من نتائج الحرب التي استمرت سنوات ثمانية وهي تدخل في العام التاسع. هذه المعاناة اشتدت الآن مع وقف الدعم. الجهات المانحة أعلنت إيقاف الدعم المقدم عن مديريات التربية في حلب وحماة وإدلب، الأمر الذي دفع الأخير إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء العمل التطوعي في المدارس والمجمعات التربوية التابعة لها منذ أشهر.